بالتشاركية مع جمعية الرجاء، أطلقت مبادرة شهيق وزفير ورشة عمل تستهدف أطفال متلازمة داون تحت عنوان طاقة مش إعاقة في الأمانة السورية للتنمية بمحافظة حلب. الورشة ضمت بالإضافة للدعم النفسي نشاطات في مجال الرسم والغناء والرقص وغيرها من المهارات التشاركية مع الأطفال بهدف رسم الفرحة على وجوههم. هن مثلنا مثلهم، انه هن بيقدروا يعملوا كل شيء نحن بنقدر نعمله، ما في فرق بيننا وبينهم، وانه هن قادرين يطبخوا ويغنوا ويلعبوا ويرسموا، وبالفعل نحن تفاجئنا يعني بالشيء الكثير حلو يلي عم يطلع معهم. المشاركون بالتدريب عبروا عن فخرهم بما شاهدوه من إمكانيات لدى الأطفال، مؤكدين ضرورة تقديم الدعم لهم، وخاصة أن هذه الفعاليات تساهم في دمجهم بالمجتمع وإدخالهم إلى سوق العمل واكتشاف مواهبهم. وحسيت انه فعلا في مواهب، يعني بالنسبه لوضعهم الحالي، يعني وضعهم النفسي وهيك، فان شاء الله يكون حلو يعني ويستفيدوا وينبسطوا، يعني يكون هيك عملنا شيء حلو لهم. هن جزء من عيالنا، جزء من مجتمعنا، جزء من مدرستنا، فهذا واجب، وبدعو الكل يساعد طبعا بالتعاون مع شهيق وزفير وكل الاشخاص الخيره اللي عم تعطي من وقتها وجهدها. حبينا اليوم نشارك بهالمبادره، المبادره حلوه كثير مع متلازمه الحب، حتى يحاولوا ندمجهم اكثر في المجتمع، نخليهم يعملوا قصص هن ما متعودين يعملوها، يقدروا نحسسهم هن عم بيعملوا انجاز. مبادرة شهيق وزفير تسعى من خلال هذه الفعاليات لإنشاء مشروع خاص بمتلازمة داون يكون العاملين فيه منهم ليشعروا بأهميتهم وحاجة المجتمع لهم. مصطفى كوسى، الإخبارية السورية، حلب. ولنحكي أكثر عن وبشكل موسع عن الورشة اللي ضمت بالإضافة للدعم النفسي نشاطات كثيرة، إن كان بمجال الرسم والغناء والرقص وغيرها من المهارات التشاركية مع الأطفال. حيكون معنا ضيفنا ولكن عبر اتصال هاتفي السيد منتصر كيالي، مؤسس مبادرة شهيق زفير. ألو، يسعد صباحك. صباح الخير أستاذ منتصر، يسعد لي صباحك. صباح النور يا أهلا. صباح الخير وأهلا وسهلا فيك. خلينا بداية نتعرف بشكل موسع أكثر عن النشاطات اللي كانت ضمن الفعالية، وكيف كان أجواء التفاعل اليوم مع الأطفال؟ الأول شيء صباح الخير من حلب. صباح النور. نسب الشهر التوعوي اللي هي لازم داون أو زول الهمم، حبينا نعمل شيء نحن هاليوم بالذات أو الشهر. لدينا تقريبا بحثوا الشهر عم نشتغل على الموضوع، مناسبات معينة وأكيد معينة للأطفال، سواء كان مسابقات سواء كان فن سواء كان رسم، فحبينا نعمل شيء هالتوقيت. هي الايفنت اللي صار يومين ورشة عمل بالأمانة السورية للتنمية بالتشاركي مع جمعية الرجاء، كان هو يشمل موضوع رسم، بيشمل موضوع كان دعم نفسي، ويشمل كان تعليم الطبخ وموضوع تصنيع الحلويات والى اخره. كان الموضوع تقريبا لمدة يومين. طيب استاذ، كونك ذكرت انه الورشة استمرت لمدة يومين، خلينا نحكي عن أهمية هي الورشة وأهمية المهارات التشاركية اللي كانت ضمن الورشة. هلا شيء طبيعي يعني الورشة حتكون هي داعمة لسوق العمل، لأن احنا بالأخير هدول الأطفال إذا عملنا لهم مثلا أكتي وعملنا لهم مسابقات وعملنا لهم رسم وإلى آخره، حنستفيد منه بالمستقبل نحن. فحابين احنا نبلشهم سوق العمل، حابين يكون له تشاركيه معينه للتوقف بهالفتره بالذات، لان هدول بصراحه اطفال عندهم قدرات، عندهم امكانيات جيده جدا. فانا بقول ان هدول ذوي الهمم هن عندهم طاقات متجدده، عندهم شغلات كثير حلوه. اكيد احنا حاولين يعني عم نحاول نعمل شيء للاطفال بالذات، لان هن فعلا مستاهلوا ان واحد يعمل شيء. نحن عملنا شيء بالورشة العمل، كانت الورشة هي عبارة عن كانت دعم نفسي الأطفال، كيف التعامل مع الحيوانات، يعني التعامل مع الأحيان. ثاني شيء والأهم تصنيع الجاتو، تصنيع الحلويات، هدول الأشخاص عندهم قدرة، عندهم يعني مرحبين. ثاني شيء تصنيع البيتزا، تصنيع الطبخ إلى آخره. فكان الموضوع هذا خلينا نسميه لو كان شيء بسيط، إذا حدث مالي أو ايه شغله بسيطه، لا بس هو شغله كثير مهمه لندعم الطعمات، نعطيهم دعم لهم، لان هن بالاخير الاطفال عندهم قدرات وعندهم امكانيات، فليش نحن ما نستثمرها صح بطريقه مضبوطه مثل العاده؟
تمام. نعم، خلينا نحكي أيضا هيك بالختام عن التحضيرات القادمة لكم ضمن مبادرة شهيق زفير. هلا أنا تحضيرات كثيرة بصراحة، يعني إذا حكيت خليني أحكي شوية تفاصيل صغيرة عنا. هلا إحنا عم نحاول نعمل شيء سبق وذكرت هالموضوع أنا، إن عم نحاول نعمل شيء نحن مثل كافيه أو كافيه اللي بشام موجودة بمؤسسة الجذور اللي عملتها مؤسسة الجذور، نعملهم نحن وندرسهم سوق العمل. عم نحاول نعمل مشغل لهم نحن، مشغل خاص فيهم كان هن يستثمروا صح يشتغلوا فيه، يحسوا ان فعلا الناس عم يعطوا شيء للمجتمع، عم يعطوا شيء للناس الطبيعي. كثير عندنا افكار، كثير عندنا شغلات حلوه، بس انا لي ملاحظه كثير اني هن من ذوي الاعاقه، هن ذوي همم، هن عندهم امكانيات. انا هذا التعبير بعض الاحيان بشوفه بكثير كثير اعلانات او الى اخره، هذول معاقين، لا من معاقين، هن ذوي همم، هن هي لازم. خلينا نشتغل على موضوع احنا هاشتاج، يعني احنا واشتغلنا على موضوع الورشة العمل كانت طاقة وليست إعاقة، تمام؟ هن من معاقين، هن طاقة، هن عندهم إمكانيات، عندهم إمكانيات متجددة، فخلينا ندعمها نحن ونكون نحن معهم بشكل صحيح. بدنا نشكرك السيد منتصر كيالي مؤسس مبادرة شهيق زفير، تحياتنا لإلك وتحياتنا لكل فريق المؤسسة وأكيد لأهالينا بحلب الشهر.